هذه بعد 5 سنين 6 سنين مبقاش واحد بيدغوبيان في الصادرة الطماطم المغربية أوروبا. يعني أي فلاح الكبار كلهم نقصوا الطماطم واتجهوا مواد أخرى مثل السوريز مثل زراعات أخرى مثل الخضر الفواكه الحمراء. يعني الطماطرون اونيفو ليكسبور اليومين هذا راه ما كيمثلش بزاف، كيمثل 20 حتى 25% الصادرات المغرب كامله في هاد الساعه هذا. يعني كنهضروا على الطماطرون، يعني الطماطم المستديره اللي كيتكونسوما في المغرب. عليا من وزاره كوزاره كمعنيين المناسبه للمستديرات اللي مشاو شافوا كميات المصدره نحو اوروبا الطماطم اللي كنهضروا عليها دابا قليله وقليله جدا. يعني المشكل اللي كاين هو قله الناس الفلاح الكبار كان عندهم مساحه كبيره نقصوا الطوماطرون وداروا لي فاريتي اخرين اللي قابله للتصدير اللي كيربحوا فيها شويه حيت ما طيبش الطوماطرون ما بقاش فيها الربح وكيخسروا فيها كل عام كل عام كل عام. يعني هاد 3 سنين ولا هاد عام 6 سنين متاخص على العامين الاخرى الناس صافي راه الكبار كلهم ما بقاش كي عندهم حيدوا تقريبا 80 الى 85% ديال الطماطم المستديره ما بقاش كيديروا ليكسبورت برا. يعني اتجهوا للحلول البديله مثل السوريز مثل الفرنبواز مثل المتيل حاجات اخرى اللي كيقدروا يتبدلوا. ولهذا اللي شافوا ليطابيس كونترول ولا مناسة الصادرات في المغرب شافوا بان الطوماطرون الاغلبيه راه كتمشي لافريقيا عليها جاو حبسوا اوتوماتيكمون قال لك بانه افريقيا ما تصدرش. يعني افريقيا اوروبا مثلا قلت لك اوروبا ما كتصدرش. هذا ماشي الناس يقولوا بانه الصادرات هي اللي كتطلع الفري راه هي بالعكس راه واحد النسبه قليله من الطماطم اللي كتكونسوما في المغرب هي اللي كتمشي لاوروبا. محمد مواق كاتب عام جمعيه الملففين المصدرين لونسيفيل. احنا اليوم في اطار هذه الندوه جينا باش نوضحوا داك اللبس اللي كاين ديال ان الاسعار ديال الطماطم بحال اللي كتحكم فيها الصادرات وهي السبب اللي انها طلعت. اللي كان بينه هو انه راه ماشي الصادرات هي اللي السبب، والسبب هو انه كاين ما بين الفلاح فاش كيشد الفلاح داك الثمن اللي كيشد يبيع به هو الطماطم باش توصل للمستهلك كاين واحد الفارق كبير، وهذاك الفارق اللي غنسميوه ديك في عوامل وسيطه منها وسطاء غير مقننين منها مساله كتباع الطماطم بالصندوق وهذيك البيع ديال الصندوق كيخسر فيه شي حاجه حتى هو نقدروا نقولوا فيه على اساس انه وسيط. هذا هو السبب اللي كنشوفوا حنا كاين كيتسبب في ارتفاع الاسعار. وحنا قبل احنا اول شيء احنا مواطنين حتى احنا مواطنين مستهلكين. دابا دونك لحمايه المستهلك باش ما يكونش ذاك الثمن فوق الطاقه ديالته كنطلبوا من المصالح المهنيه انها تكونترول يحاولوا يتقنن ذاك البيع اللي كيشد من عند الفلاح حتى لعند المستهلك تحاول تضبط ويتقنن. كما قلت مطيشه دابا ملي كنبيعوا مطيشه للصندوق راه كتضيع فيها واحد من 15 ل 20% اللي كتضيع هذه كتمشي هكاك على حساب العماره ديال الصندوق. دونك الى الدار يتباع في الكيلو هذا يتباع الكيلو نحاولوا الوسطاء نقنوهم ولو انه نوصلوا معاهم بطائق مهنيه. يعني غادي انا فلاح غادي نبيع لاي واحد خصني نعرف شكون هو تكون عنده بطاقه مهنيه باش ربما في هذه غنقدروا نميتريزيو الشغل ديال هذه الاسعار ديال المنتجات مع العلم انه يقدر عاوتاني تكون واحد الريفيرونس هذه الدوله اللي غادي تدخل فيها يكون واحد لو بري ريفيرونسيال مينيموم ديال ماشي غير الطماطم ديال البضائع كلها باش يبقى يتبازاو عليه. وهذاك لو بري راه ساهل يتكالكولا ولو انه كاين عامل مناخ بزاف الحوايج كتكون عامل مناخ وعامل ديال المياه ما كايناش ولا شي حاجه سي ميتريزابل يقدر يتحدد واحد السقف ديال الثمن. بالنسبه للقضيه ديال دابا مع قرب رمضان كتكون رمضان معروف عندنا في الثقافه ديالنا كتستهلك فيه مطيشه بزاف وكيبقاو المواطنين كيحاولوا انهم يشريوا مطيشه كاين اللي كيديرها في الكونجيلاتور كاين اللي كيديرها الايامات الاولى كيكون واحد الضغط على السوق سميتو عليه. حنا في هذا الاطار نقول اللي درنا الجمعيه ديالنا كنحاولوا اننا نشوفوا باش تكون الوفره ديال المنتوج خصوصا في رمضان
باش الناس ماشي ديك كان غادي نبداو في الاولى مطيشه ما كايناش لان بعض المرات الاشاعات كتلعب واحد الدوره مطيشه ما غتكونش مطيشه غتكون ان شاء الله في رمضان. الجمعيات اللي تسابقوا دابا اليوم تخدا قرار على اساس اننا غادي نحاولوا باش نخليو المنتوج يبقى هنا كتبقى دابا بحال افريقيا كي محبوس دابا محبوسه الانتاج ديالها باش الناس ديال افريقيا كاين دوك اللي عندهم التزامات مع الناس ربما غادي تكون واحد لا كونتيتي قليله اللي تبقى تمشي لهم باش الصوره ديالتنا مع الصوره ديال السوق تبقى عند الكليان ديال برا تبقى مزيانه باش ماشي غادي يقول لك ولا المغرب انا خدام معاه دابا نمشي نقلب على بلاد اخرى نجيب منها مطيشه لان غير واللي مهم هو انه مطيشه ان شاء الله في رمضان بعد القرار اللي خرجنا به غادي تكون موجوده غتكون الوفره ديال اللي غتكفي زعما الانتاج المحلي. هي ديما غادي العرض وطالع ملي الى قتلنا شويه العرض كنطلبوا الله يكون العرض يحاول يستابيليزي الفريق يكون في المتناول بلا ما يضروا الفلاح بلا ما يضروا المستهلك. ونطلب من الله الحكومه نلقاو شي حل على اساس يكون واحد من بعد يكون غير ان بري واحد لا ريفيرونس ديال البري تكون تعطى للمنتج تعطى للسواق باش تخدم السوق باش ما تبقاش ديك لا سبيكولاسيون ديال البري. هذه ماشي كنقول انا ضد لي زانترميديير كاين ناس لي زانترميديير عندو مسجل ديالو خدام قانون. رئيس جمعيه المرففين ومصدرين الخضر والفواكه الخارج، حنا الحمد لله جينا اليوم ديالنا هذه الندوه الصحفيه مع الاخوان ديالنا مع رؤساء الجمعيات المنتجين ومصدرين كذلك من نحو افريقيا، وجينا باش نوضحوا للراي العام بان راه هاد المنتوجات اللي كتصدروها من الخارج راه ماشي اللي مسؤوله على ارتفاع الاسعار اللي كيقول المواطن اللي حيت هو مغلطينا شويه لهاد الانفورماسيون هذه. ولهذا جينا باش نشرحوا بانه راه هاد الاسعار هذه راه ارتفعت من قله المنتوج، يعني الصادرات المغربيه لاوروبا راه ما بقاتش هذه 4 سنين ولا 5 سنين ما بقيناش كنصدروا جل الصادرات المغربيه راه هي عا طماطم وصافي، راه بقينا كنصدروا نوعنا وديرنا طوماط سوريز ديرنا الفرنبواز ديرنا الميرتيل، يعني تقريبا 80% ديال الانتاج ديال الطماطم اللي كنا كننتجوه وكنصدروه قبل راه ما بقيناش كنصدروه راه نقصنا. ولهذا بان الاسواق الداخليه بهذا السبب راه ارتفعت، يعني ماشي التصدير هو السبب الوحيد اللي بتزاد ثمن الاسعار ديال الطماطم في الاسواق الداخليه. ولهذا فاحنا كنشاهدوا ونشوفوا كيفاش نديروا باش يكون واحد الامن الغذائي في المغرب باش نقصوا حتى حنا من الصادرات ديالنا شويه باش نخليو الاسواق الداخليه باش يكون المنتوج موجود ان شاء الله يا ربي في رمضان وكل عام وانتم بخير. شكرا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.